السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، وحييكم بها على الهواء مباشرة أينما كنتم داخل وخارج الوطن في حلقة جديدة من برنامجكم مستقبل وطن، والتي سوف نكرس الحديث مشاهدي الكرام في حلقتنا لهذه الليلة عن التحركات الحكومية وعودة الحكومة إلى المناطق المحررة لاستعادة مؤسسات الدولة، وأيضا سوف نناقش عن أهمية وجود الحكومة في المناطق المحررة وتعزيز دعمها العسكري، وكذلك عن حول الترتيبات لوضع الأقاليم في ظل لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي بمحافظي محافظات المناطق المحررة، وما مدى قبول الرئاسة لاستئناف المشاورات السياسية بطلب الرئيس هادي للقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. سعدني أن أستضيف في حلقتنا لهذه الليلة الكاتب والباحث السياسي عبدو مغلس. مرحبا بك دكتور عبدو. مرحبا بك أخي الكريم. أهلا وسهلا. مشاهد الكلام، قبل أن نبدأ نقاش حلقتنا لهذه الليلة دعونا نشاهد سويا هذا التقرير الذي يسلط الضوء على موضوع الحلقة. الشرعية ومشروع استعادة الدولة عنوان يحمل في طياته نتائج كل التوقعات المتفائلة من عودة الرئيس الشرعي إلى العاصمة المؤقتة، حيث الحديث عن حضور الدولة في المناطق المحررة يعني ابتداء حضور الأمن والخدمات التي تجعل من وجود الدولة نقيضا طبيعيا لانتفاضة ميليشيا الخوف والخراب. أثر وجود الدولة في المناطق المحررة سيبقى محدودا ما لم تظهر آثار هذا الحضور على جبهات المناطق التي تنتظر التحرير، وهو ما يعني بالضرورة أن تترجم كل التصريحات التي تلقتها تعز خلال الأيام الماضية إلى واقع يصنعه أبطال الجيش الوطني على خط تعز صنعاء. توازي الاهتمام بالمناطق المحررة مع تسريع عملية ما تبقى أمر يؤكد مراقبون أن مجرياته تتم على الأرض بالفعل، ففي الوقت الذي يلتقي فيه الرئيس بقيادات المؤسسات الخدمية في المناطق المحررة ويذهب باتجاه المستقبل من خلال لقائه بقيادة الأقاليم، يشرف هادي في الوقت ذاته على التطورات المتلاحقة باتجاه تعز والساحل الغربي، ويلتقي قيادات المنطقة العسكرية الرابعة، ويهاتف من عدن قائد جبهة علب بصعدة مهنئا بانتصارات الجيش الوطني هناك، حيث هنا وهناك شعب واحد يخوض معركة المصير. وجود الرئيس هادي في عدن تزامن مع تحركات للانقلابيين تؤكد مضيهم في حربهم على الشعب حتى النهاية، فيما كان داعموهم الإيرانيون يتبعون تصريحات رئيس هيئة أركانهم بإنشاء قاعدة بحرية في اليمن بتصريح جديد للمستشار العسكري لخامنئي يؤكد فيه أن القرن الحالي سيشهد تشكيل حكومة عالمية مركزها إيران، وهي تطورات يفترض أن تفرض نفسها في معادلة المواجهة الدائرة بين العرب وأطماع إيران، وأن يكون لقاء الرئيس هادي بالمبعوث الأممي فرصة لإيصال رسالة عربية قوية بهذا الخصوص، حيث مبتدأ الجواب يمن عربي بلا ميليشيا إيران. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجد ترحيبي ضيفي في الاستوديو الدكتور عبدو مغلس الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك مجددا دكتور، وأبدأ معك عن قراءتك لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن وأيضا باقي المناطق حضرموت ومأرب التي عادت إليها الحكومة الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أخي الكريم، الحكومة هي الشرعية، والشرعية هي الحكومة وهي الدولة، فهي باقية موجودة. هي ظروف الانقلاب أجبرت قيادة الدولة إلى الخروج، وهذا ليس أول مرة في التاريخ يحدث. ديغول قاد تحرير فرنسا من الغزو النازي من خارج فرنسا إلى أن استعاد فرنسا من الغزو النازي، وهذه سنة الحياة يعني. فبالتالي هنا الدولة هي كانت متواجدة في الشرعية، لا نستطيع أن نفصل ما بين الشرعية والدولة. فالدولة هي موجودة من خلال شرعيتها في أي مكان كانت خارج الوطن أو داخل الوطن. لكن نحن نتحدث الآن، يعني تحدثت عن الظروف التي أجبرت الحكومة إلى ممارسة نشاطها من الخارج، تتحدث عن أهمية وجود هذه الحكومة في مثل هذه الظروف في المناطق المحررة. هي تؤدي دورها كانت في من أي مكان، ومسألة إجبار لا يوجد إجبار، هي اختيار. يعني ما يميز، شوف الصراع في المنطقة وأنت ترى تداعياته، قوس الصراع في المنطقة كله. ميزة منطقتنا، ميزة بلدنا في اليمن،
أن الصراع اختلف في نوعيته وكيفيته بتميزين عندنا، بوجود شرعية ومشروع وبوجود تحالف. هذا أعطى زخم مختلف لطبيعة الصراع في اليمن. نعم. ولهذا مارست الشرعية دورها يعني من أول لحظة، وحاولت تجنيب الوطن وإيلات الحرب التي الآن كلنا شاهدناها كيفيتها، لكن الانقلابيين لا يريدوا كان يعني الاستقرار لأنهم مرتبطين بأجندات ومشاريع. فكانت عودة الدولة إلى اليوم هي محصلة لما تم الإعداد له، وأنا يعني أتوقع الحسم والنصر، لأنه أنت المؤشرات عندما تأتي بتشوف هذه التدرجات، كان تذهب الحكومة وتعود لأنه في ظروف، وأنت دولة عميقة ل34 عام وثقافة تفيد وإخضاع وهيمنة وفقر وتجهيل للناس، فمن الصعب كان الانخلالات الأمنية ويشي، وكلنا شاهدنا كيف فعلوا بمحافظ عدن وكيف فعلوا بكثير من القادة يعني العسكريين الذين كانوا يمارسوا نشاطهم. فبالتالي يعني ربما الحكومة لديها ملفات كثيرة تنتظرها لإعادة ترتيبها واستعادة مؤسسات الدولة بحسب ما تحدثت عن الخربطة الحاصلة من قبل الميليشيات الانقلابية وعن الدولة العميقة التي تحدثت عنها. فبوجهة نظرك ما هي أبرز هذه الملفات التي تنتظر الحكومة؟ عندك أولا أنت من تلاحظ هنا نأتي للمؤشرات ونحللها. بدأت المؤشرات بالاستعدادات العسكرية، ثم تلتها بالتغييرات العسكرية، ثم تفاجأ الجميع بعودة فخامة رئيس الجمهورية إلى عدن وإشرافه على الجبهات الجنوبية والوسطى، ثم ذهاب أيضا عودة نائب رئيس الجمهورية إلى مأرب وإشرافه على الجبهات الشمالية والغربية، ثم عودة الحكومة لممارسة مهامها فيما يتعلق باستعادة الرتم أو الانتظام الحراك المؤسسات الدولة. نعم. الوزارات المختلفة، الخدمات المدنية، الخدماتية، كهرباء، مياه، شوارع. إذن هذا مؤشر للحسم والنصر. إذن هذه العملية برمتها هي كانت ضمن خطوات استراتيجية بتمشي وفق خطواتها. هي تصادفت أن أتت يعني مع خارطة الطريق والناس يعني اللي يحللوا أنه هذه ضغوطات، ما الضغوطات مستمرة من أول لحظة، من أول لحظة، والضغوطات لشرعنة الانقلاب والانقلابين كمشروع مهيمن في المنطقة. أنا أسميها المشروع الصفوي الصهيوني. طيب دكتور، يعني بالترتيبات التي تحدثت عنها، يعني المؤشرات بلقاء الرئيس عبد ربه بقيادات جنوبية وأيضا نائبي بقيادات عسكرية في مأرب، تأثير وجود الحكومة على الجانب العسكري وتعزيز الحسم عسكريا بظل هذه اللقاءات التي تمت من قبل الرئيس ونائبه. هو هذا المدلول من هذه اللقاءات، سواء كان لقاء فخامة الأخ الرئيس بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة بعد التغييرات التي حصلت، وكذلك لقاء الأخ نائب رئيس الجمهورية أيضا بالقيادات العسكرية في المناطق اللي مشرف عليها، هذه مؤشرات يعني باتجاه الحسم. هذه ليست لقاءات يعني زي ما تقول يعني على الطريق عابرة يعني. أو على الطريق، لا، ضمن خطوة مقدمة يعني. إنه الآن يعني الاستعدادات الدولة اكتملت بأنه عندك الآن تخرج دفعات من الجيش الوطني. نعم. من الشرطة، اليوم كانت في عدن، من الأمن، من المخابرات، كانت لا تمتلك شيء. الدولة كلها كانت لأن ركبت من منطقة واحدة، من ثقافة واحدة، ولهذا كانت أنت لا تمتلك شيء إلا المقاومة معك وهي الشعب. نعم. وهذا الشعب رافض لهذا المشروع. يعني انت تلاحظ الشعار اليوم اللي تصورت فيه الوزارة، يعني الطير الجمهورية غير موجود. يعني كلمة لفظ الجلالة تيمنا بإيران وهي مغالطات، ولن ينصرهم الله، يستخدمون اسمه
في غير مكانه ولغير منهجه. فبالتالي هو هذا انقلاب على الجمهورية برمتها. مؤشرات. نعم، ونحن نتحدث عن أولويات عودة الحكومة والملفات التي تنتظرها. أشرت إلى نقطة الملف العسكري، هل تعتقد بأن إذا استتب هذا الملف وتم ترتيبه بالطريقة السليمة وفقا للمؤسسات ووفقا لما تمتلكه من إمكانيات الحكومة الشرعية، سوف تتم باقي ترتيبات الملفات كالخدمات المدنية وإعادة الإعمار وغيرها من المؤسسات، وحتى أيضا إذا استطعنا الربط ما بين الترتيبات العسكرية والوضع الاقتصادي أيضا؟ هو عمليات مرتبطة ببعضها، كلها جبهات تخوضها الشرعية ممثلة بالرئاسة والحكومة بمختلف الجبهات، سواء كانت على الجبهة العسكرية والدبلوماسية والسياسية والإنمائية والإعمارية. ما تلاحظ الآن يعني أنه عندما استعادت الدولة البنك المركزي، وهنا كان المسألة اللي ارتبطت بالخدمات والمرتبات والجرحى والطلاب والإشكاليات هذه كلها ارتبطت أنه البنك المركزي سلم للإنقلابيين بما عرف يعني بالهدنة الاقتصادية التي تبناها بحاه. نعم. وهذه كانت أكبر كارثة بجانب كارثة الإنقلاب هي كارثة الهدنة الاقتصادية، كملوا بعض. نعم. كلهم أسوأ من بعض. فبالتالي اليوم عندما بدأت الموارد تأتي للبنك، وعندك الدولة يعني بدأت شكلت لجان عسكرية، من 6 لجان عسكرية علشان ينزلوا يسلموا مرتبات العسكريين للجيش والأمن، عندك الجرحى تم تحويلهم للأماكن العلاج في السودان في الهند في الأردن في المملكة، يعني مركز الملك سلمان مشكورا قدم مشاريع في هذا الجانب الإغاثية والإنمائية، يعني تشكر المملكة يعني وهذا ما تحدثت عنه، يعني هناك شرعية وتحالف أيضا. فبالتالي يعني الأمور ماشية. الآن عندك الطلاب ومشكلتهم اللي يعني لهم يعني إشكالياتهم، الآن الحكومة اتخذت قرار بتسليمهم أقل القسط الرابع هذا. نعم. طيب لنفهم الصورة أكثر من وزير السياحة الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، وهو أيضا عاد إلى عدن. مرحبا بك سيادة الوزير. أهلا وسهلا، مساء الخير لمشاهدي قناة سهيل. مرحبا بك دكتور، وسعداء بانضمامك وعودتك أيضا إلى أرض الوطن، وحقوقة حقيقة يعني هناك ملفات كثيرة بانتظاركم، سواء كانت اقتصادية أو ملفات مدنية أو عسكرية. بوجهة نظرك من خلال هذه العودة، ما هي أبرز الملفات التي سوف تعمل عليها الحكومة الشرعية من خلال عودتي إلى المناطق المحررة؟ بدي في البدء أن أقول أن الحكومة قد ضاعت فترة طويلة جدا. أنا على الأقل نحن الآن يعني لنا شهرين منذ أن ولدت حفلة السياحة ونحن في داخل الوطن، ونذكر المشاهد بأنه الحكومة اتخذت قرارا يعني بموجب توجيهات رئاسية أن تعقد اجتماعاتها كلها في الداخل، ونحن منذ فترة على مدى هذه الآن 3 أشهر الاجتماعات كلها اجتماعات في داخل الوطن. فالعودة تمت من فترة، وهو قرار كان يجب أن يتماشى مع قرار يعني انتقال البنك المركزي إلى عدن واستعادة دورة الاقتصاد وتنشيط الحياة التجارية والحياة الاقتصادية، بجانب طبعا الملف الأساسي وهو استكمال دحر الانقلابيين وتحقيق الهزيمة الكاملة لمشروعهم الإيراني الصفوي. يعني. نعم دكتور. وصول فخامة الرئيس قبل عدة أيام، واليوم وصل رئيس الوزراء طبعا مجددا، يعني يؤكد على جدية هذا التوقف في حلحلة الكثير من القضايا التي ظلت تراكمت بحكم مفاعيل الانقلاب ذاته. لاحظ انه يعني نحن في حكومة الشرعية استلمنا دولة يعني ليس يعني بعد آثار يعني حرب ماحقة حصنها الانقلابيون، حطمت كل البنية التحتية بالكامل، خزينة فاضية بالكامل، ودائع كلها نهبت. فبالتالي هناك ملفات كثيرة جدا جدا متراكمة أمام الحكومة، بجانب طبعا استكمال يعني
لتحرير بقيه المناطق الواقعه تحت هيمنه القوات الانقلابيه او عصابه الانقلاب. ايضا سياده الوزير، هنا يعني ربما نقرا عده رسائل بلقاء رئيس الجمهوريه بقيادات عسكريه ونائبه ايضا، وهذا ربما يحمل رسائل او اذا صح التعبير بالحل العسكري اذا كانت هذه تسعى اليها الحكومه. وبالتزامن ايضا هناك رسائل اطلقت من فخامه الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي بدعوه اللقاء المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ. فبرايك ماذا تحمل هذه الدعوات إلى المجتمع الدولي والمستوى وعلى المستوى الإقليمي أيضا؟ لا بد من التأكيد بأن نحن في الحكم الشرعية وعلى مدى الآن أكثر من 18 شهر كنا نؤكد التزامنا الكامل يعني باستعادة السلام ونقاط هذا المسلسل من المعاناة التي يعاني فيها شعبنا وفق ما توافقنا عليه كاملين فيما يخص يعني الانضباط الرسوليه والاليات التنفيذيه مخرجات الحوار والقرارات الدوليه. هذا ما كنا نسعى اليه طوال الفتره يعني اثبتنا للعالم استعدادنا لحضور اي مشاورات من اجل نجاح مثل هذا المسار على صعيد التسويه السياسيه. للاسف طبعا الان تذكر انت ولد الشيخ قبل لحظات هو اصدر بيان يعني مجرد يعني تأكيد على ما كنا نقول مثل البارحة منذ أن شكل هؤلاء الإنقلابيين وعلموا حكومة ما يسمونه حكومتهم، وهي يعني نوع من يعني الاتجاه نحو تعقيد المشهد وإيجاد المزيد من الأجواء التي لا تساعد على تحقيق الوئام والسلام في المنطقة. هو أصدر بيان الآن وقال أن هذا التوجه لأنه المجلس السياسي لم يعترف به المجتمع الدولي في 18 في عندما كانت المشاورات اخر ايام في الكويت لم تعترف مثل هذه الهيئه التي اسموها، والان تشكل يعني يعلن عن تشكيل حكومه. هذا تعقيد المشهد بالكامل على صعيد الحل السلمي وايجاد تسويه حقيقيه تتفق مع ما توافق عليه اليمنيون طوال فتره التنميه يعني 10 اشهر من الحوار وقبلها المبادره الخليجيه وبعدها عده قرارات المجلس الامني الدولي. وبالتالي دعوه فخامه الرئيس اليوم في كلمته بمناسبه 30 نوفمبر باستعدادنا للدائم للتوقف نحو تحقيق السلام والوئام في المنطقه واخراج شعبنا من سلسله المعاناه يعني هي الى حد بعيد تكشف هؤلاء الانقلابيين ونواياهم. نواياهم الان اتضحت، لا يهمهم ابدا غير الاستمرار في غيهم ومحاوله تثبيت مفاعيل انقلابهم على الارض بالرغم من كل المعاناه التي يعني في ظل ما وصفته دكتور الشعب الجميل. بالتالي المخرج يبدو عليه انه نحن يجب ان نفرض على الارض معادله جديده على الصعيد العسكري ولكي يفهم هؤلاء الانقلابيين بان مصيرهم هو الهزيمه الماحقه، وبالتالي يتحملوا يعني الكلفه ما نتج عن هذه الحرب من مآسي نعم سيادة الوزير دكتور محمد. نعم في ظل ما تحدثت عنه التصعيد أو يعني عرقلة الميليشيات الانقلابية لكل التسويات السياسية وما عملوه بتشكيل حكومة، وأيضا هناك في المقابل هناك تحدي واضح من قبل الحكومة الشرعية لمواجهة هذا الانقلاب، في ختام هذه المداخلة أريد منك رسالتان. الرسالة الأولى إلى الشعب اليمني تطمينية في ظل تعقد المشهد السياسي ومواجهة الشرعية للميليشيات الانقلابية، والرسالة الثانية إلى الانقلابيين، فماذا تقول دكتور؟ الرسالة الأولى لشعبنا الصامد، ونحن نتكلم عن عدم الأبية الصامدة، بأنه نحن نعد شعبنا بأنه آثار هذا الانقلاب ستنمحي بالتدريج مثل ما أشير أظن في الحوار قبل أن أنضم إليكم. الان عاد البنك المركزي سيعيد النشاط والحركه التجاريه، ستسلم مرتبات المدنيين والعسكريين، وسنواصل الكفاح من اجل انهاء كل مظاهر هذا الانقلاب. وبالتالي
المشروع قريبا جدا جدا ان شاء الله. ونطمئنهم بانه لا يمكن ان نسلم ابدا بما توافقنا عليه وما تطلع اليه المليون وترقبوه على مدى 100 عام دوله فدراليه اتحاديه حديثه مدنيه يعني تقر بالشراكه والمساواه لكل ابناء الوطن في مختلف مناطق. اما بالنسبه للانقلابيين فنحن نقول لهم يعني انتم ذهبتم بعيدا الى اقصى حد ممكن يعني يتخيله حتى العالم نفسه اليوم، بريطانيا، الاتحاد الاوروبي، كل العالم يدين لهذا المسلك الذي هم يحاولوا يعقدوا فيه. اشكرك. التسوية التي هي واضحه امام العالم، فبالتالي امامهم الخيار يا اما انهم يلحقوا انفسهم او انهم سيواجهوا مصيرهم، وبالتالي المحاكم العالم تنتظرهم لمحاسبتهم على ما اقتنوا به من جرائم ضد الشعب. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيادة الوزير الدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزير السياحة حدثا عبر الهاتف من عدن، وإليك دكتور عبدو، ونريد نسمع منك تعليقا حول ما تحدث به وزير السياحة الدكتور محمد حول يعني سعي الميليشيات الانقلابية إلى تعقيد المشهد سواء كان على المستوى السياسي وأيضا على مستوى استمرارها في هدم اليمن واستمرارها أيضا بالمشروع الذي تسعى إليه وهي مشروع الإمامة وغيرها من الأجندات الخارجية التي تنفذها هذه الميليشيات، فما تعليق الدكتور؟ الحقيقة هو أنا في تصوري لا أسميه تعقيد مشهد، بالعكس الصورة تتضح والانقلابيون يفضحون أنفسهم أكثر وأكثر. الإنكار لم يعد عد اليوم وما أرادوا، أنت عارف انقلبوهم على الشرعية ومشروعها لأنهم لا يريدون شراكة وطنية، لا يريدون استقرار، هم أجندتهم تدمير المنطقة كلها، وهذا هي ما أطلق عليه المشروع الصفوي الصهيوني. هذا كان هدفهم، فهم تحاولوا يتذرعوا بشتى الوسائل. أنتم تعرف الشعارات اللي رفعوها في انقلابين في 21 سبتمبر، إسقاط الحكومة الفاسدة ومورس أبشع أنواع الفساد اللي يعرفوا التاريخ اليمني، إسقاط الجرعة ووصلوا بالجرعة إلى أرقام فلكية، ويعني تنفيذ مخرجات الحوار وانقلبوهم على مخرجات الحوار. إذن هذا أنت تجي تشوف ينفضح، لكن إحنا ذاكرتنا ضعيفة. ثم أثناء محادثات الكويت وفي انفراج للسلام والشرعية والتحالف يقدموا لأنهم ليسوا عصابات مثلهم، مسؤولية الدولة ورجل الدولة أن يحمي الشعب، يحافظ على البنى التحتية، يحافظ على إمكانية الشعب. هم لا يهمهم هذا الكلام، نهب المؤسسات وأصبح الدولة أبشع أنواع. يعني نقطة جيدة أشرت إليها، يعني هي ليست يعني تزيد المشهد تعقيدا بل أنها تلعب على المكشوف، وهذا طبعا مثل ما تفضلت يعني بات يعني واضح للعيان سواء كان على المجتمع الدولي أو حتى على المستوى الإقليمي، وهناك شرعية تواجه هذا اللعب على المكشوف. فما الغطاء الذي تعمل تحته الميليشيات الانقلابية كي لم تعد لديها أي أوراق تخبأ تحت الطاولة وتلعب على المكشوف أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي؟ يا أخي الكريم، هي تلعب، دعني أكمل سلسلة، أنهم لا يريدون السلام ولا الاستقرار. في محادثة الكويت شكلوا ما أطلق عليه المجلس السياسي، اليوم يشكلوا حكومة. إذن هم يلعبوا بيبحثوا عن الغطاء هذا اللي أنت أشرت إليه، هو غطاهم هذا المشروع، لأنه هذا المشروع تتبناه قوى متنفذة في العالم لا تريد الخير للمنطقة، تريد تدمير المنطقة في خدمة لمخطط وأجندة معينة والحصول على ثروات المنطقة ونهبها. هذا هو المشروع، وهم من أدواته. اليوم أنت عارف المشروع يعني يصل إلى مراحله الأخيرة، وهذا ما أشار إليه اليوم فخامة الأخ الرئيس في خطابه للشعب اليمني بمناسبة ذكرى 49 للاستقلال. وأنا هنا أهني الشعب اليمني بهذه المناسبة السعيدة، ووضح أنه شوف يعني حدد بكلمتي عندما قال
وإننا اليوم بإذن الله ومن عدم التاريخ على موعد جديد وتاريخ جديد للمنطقة بعيدا عن التدخلات والأطماع الفارسية والطائفية التي أصبحت تهدد أمتنا وتاريخنا وحضارتنا على موعد مع كسر الأطماع الإيرانية العابثة في المنطقة، والتي لم يكن غريبا الإفصاح عنها مؤخرا من قبل قيادي عسكري كبير، اللي يقصد هو يعني رئيس هيئة الأركان الإيراني عندما قال يبني قواعد عسكرية في بحرية في سوريا، بحرية في سوريا واليمن. فلطالما حذرنا ونبهنا في كل المحافل من التدخلات الإيرانية السافرة وأثر ذلك على الإقليم والعالم. وكما أعلن في السابق بداية الانتصار والدحر، هنا أعلن نهاية المشروع هذا، فقال فإننا نؤكد أيضا أننا لن نخذل أحلام شعبنا ولن نتخلى عن حقه في إنهاء الانقلاب كليا واستعادة دولته وكرامته ومحاسبة قاتليه وتنفيذ ما صدر بحقهم من قرارات وفي مقدمتها القرارات الأممية، ولن نساوم في ثوابت أمتنا وشعبنا أو نتنازل عنها قيد أنملة، ونؤكد لشعبنا الصابر المصابر المرابط أن الانتصار بات أقرب من أي وقت وضع، وستسمعون وترون عما قريب ثمار صبركم وتضحياتكم انتصارا عظيما. هنا المشهد هذا مرسوم، هذا هو المشهد القادم اليوم ما تحدثنا عنه بعنوان الحسم والنصر، وهذا أعلم من عدن التي طردت المستعمرين البريطانيين في 67، هي تطرد المستعمرين الجدد الذين أتوا في المشروع الصهيوني الصفوي واستخدموا أدواتهم في الانقلابيين في ماليشيا الحوثي وصالح. هل نستطيع الحديث يعني مقابل هذا المشروع الذي تحدثت عنه والذي واجهه فخامة الرئيس بكلمته، يمكن بمثلا إعادة ترتيب وضع الأقاليم والمضي قدما في هذا المشروع؟ يعني طبعا يا أخي الأقاليم يعني المفروض الآن التقى فخامة الأخ الرئيس بالمحافظات اللي تكون محافظي محافظات اللي تكون إقليم عدن، طيب أعلن إقليم سبا، هذه ترتيب الأقاليم وغيرها لمواجهة الميليشيات الإنقلابية والتقسيم العادل للثروات وغيرها وقطع الأطماع الخارجية. أسمع الإجابة منك بعد الفاصل دكتور عبدو. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ونستكمل ما تبقى لنا من حديث في حلقتنا لهذه الليلة عن التحركات الحكومية في المناطق المحررة لاستعادة مؤسسات الدولة والوقوف ضد المشروع الإيراني التي تقوده يدها في اليمن الميليشيات الإنقلابية. وجد الترحيب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبدو مغلس الباحث والكاتب السياسي، مرحبا بك من جديد دكتور. مرحبا بك أخي. أهلا وسهلا. كنا نتحدث عن الأطماع الخارجية وما تحدث به فخامة الرئيس في خطابه اليوم وعن مواجهة هذا المشروع، وكنا نتحدث يعني ربما الحكومة الشرعية تحمل مشروع اليمن الاتحادي، ربما هذا يواجه مشروع الانقلابيين سواء كان بتوزيع الثروات بالمساواة وحقوق المواطنين، فكيف يمكن للحكومة الشرعية أن تفعل هذا المشروع اليمن الاتحادي في ظل عودتها اليوم؟ هو التفعيل مستمر والمفروض أن يتم، لأنه هذا شيء أجمع عليه اليمنيون. هي المشكلة في اليمن التي واجهها والتي أشار إليها وأنا أقول أشار إليها فخامة الأخ الرئيس، هي توزيع السلطة والثروة. هي كانت المشكلة الأساسية، لأنه عندك مشاكل في الشمال ومشاكل في الجنوب ومشاكل شمال وجنوب، وداخل كل منطقة في مشروع مشاكل، كل المشاكل هذه مجتمعة لها عنوان رئيسي بارز واحد هو الهيمنة والتسلط والحصول على السلطة والثروة. إذا كان مشروع فكرة الأقاليم هي لمعالجة هذه الإشكالات على مستوى الشمال لوحده وعلى مستوى الجنوب لوحده وعلى مستوى الصراع ما بين الشمال والجنوب وفي كل منظومة المجتمع المختلفة سواء مناطقية أو قبلية أو طائفية أو مذهبية،
هذا هو الحل الذي خرج به مؤتمر الحوار الوطني بتحويل الدولة اليمنية إلى دولة اتحادية من أقاليم ستة تم فيها توزيع السلطة والثروة بين كل أطياف اليمن، أطياف المجتمع اليمني، سواء كانت سلطة أو ثروة. وهذا ما أعلن عنه عندما يعني حسب توقيت فخامة الأخ الرئيس افتتح دولة رئيس الوزراء جامعة في مأرب اللي اسمها جامعة إقليم سبا، ولأول مرة في تاريخ الدولة اليمنية المعاصرة من أيام الأئمة وإلى اليوم تم الإعلان إنه مأرب ستأخذ 20% من ثروتها للتنمية داخل مأرب، بينما كانت في الآخر كل ما على الأرض من شجر وحجر وبشر يصب في جيوب المتنفذين وثقافة الفيد والإخضاع والهيمنة. إذن هذا هو مشروع المستقبل، وهذا هو اللي وعد الأخ الرئيس بكلمته اليوم بتنفيذ هذا الوعد ومحاسبة ومعاقبة كل من ساءوا لليمن بهذا الانقلاب المشؤوم. إذن الأقاليم هو خيار شعب، خيار أمة. تذكر أنت كيف خرج الشباب في 2011 بصدور عارية متحدين جبروت هذه السلطة الغاشمة، هذه أحلامهم، خرجوا يدافعون أحلامهم. من الذي قاوم هذا المشروع قبل أن يبنى جيشك الوطني؟ كان هؤلاء الشباب، هؤلاء الناس الذين يبحثون عن كرامة وعزة. يا أخي عندما تلاحظ يعني أنا يعني مشاهد غاية في الروعة، عندما تشاهد حفاة ينطلقون في الجبهات يعني في مقاومين في تعز، نشرت في صفحات التواصل الاجتماعي شباب يتجهون إلى القتال دون أحذية. هذه إرادة أمة خرجت ترفض هذا المشروع الذي أراد أن يعيدنا إلى 1100 عام. فبالتالي مشروع الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة هو مشروع الخيار. نعم طيب، لكن أمام هذا المشروع ربما إذا تحدثنا عن عرقلته من قبل الميليشيات الانقلابية بتكوينات سياسية، بتشكيلات حكومية، بتحالفات مع المخلوع صالح أو غيرها، وبتحالفات خارجية، فماذا تريد الميليشيات لعدم تطبيق أو تفعيل المشروع اليمني الاتحادي؟ هم لا يريدوا المشروع أصلا، ولذلك انقلبوا عليه. ماذا يريدون يعني؟ يريدون يشوف هذه ثقافة، مشروع ثقافي استند على فقه إمامي مغلوط، يعني تجعل من الإنسان اليمن الذي كرمه الله واستخلفه في الأرض واحد من اثنين. نعم. يريد اللي في شمال الشمال أن يكون عكفي يحرس النظرية وسيفها المسلط على القبائل وعلى من يعارض هذه الثقافة، وتريد من الآخر اللي في الجنوب والوسط أن يكون رعوي يحصد ويزرع ويقلع ويسلم الغلال. هذه هي الثقافة، هم يريدوا هكذا، ولهذا كانوا مستولين على السلطة والثروة. أتى هذا المشروع يسحب هذا البساط من تحت أقدامهم. هم جهلوا الناس، جوعوا الناس، فبالتالي هم ما يشتش المشروع هذا يتم، لأنه أنت تسحب نفوذهم، ولهذا هي ثقافة مغلوطة. يعني يجب هنا أن نفرق ما بين اللي في الشمال، هذا أنا بعتبره أخي مواطن مثل هذا المشروع يحمل له طريق الخلاص، فبالتالي هم انقلبوا على هذا المشروع تحت مسميات مختلفة ورفعوا ثلاثة شعارات كلها زائفة. الآن يلعبوا ألاعيبهم محاولين يعني فرض هذا المشروع الانقلابي، وارتبطوا بأجندة لتوصل لهم هذا المشروع وتبقيهم على السلطة. فبالتالي الآن الاتجاه يتم حتما إلى تثبيت هذا المشروع الدولة الاتحادية بأقاليمها ستة. هم مش إلا الانقلابين الذي في مواجهة هذا المشروع، هنالك عندك مشاريع أخرى، عندك مشروع الإرهاب ضد هذا المشروع، عندك مشروع الانفصال ضد هذا المشروع، وهم اليوم بإعلانهم هذه حكومة لا حكومة، أنا أسميها حكومة في الهواء، لا شرعية لك لا وطنيا ولا إقليميا، حتى لا تسوى قيمة الورق اللي كتبت به القرار، حتى القرار فيه أخطاء
تاريخية ويعني وتشكيلة عقب مثل عودة مجلس البرلمان والمجلس يعني هذه أمور قد نقول لك هم يلعبوا في الرمق الأخير يعني فهم هذه أرادوا أن يعلنوا أشبه بحكومة انفصال يساوموا احنا بنفرض هنا هذه حكومتنا في الشمال ودولة في الشمال وبنفرض الانفصال لكن من سيسمح لهم بهذا لا الشمال ولا الوسط ولا الجنوب الشعب اليمني كله ضد هذا الأمر فبالتالي هذه يعني هذا المشروع طيب أيضا في نقطة هناك يعني اعتراف دولي مجلس الأمن وغيره بخطوات مثل هذه الخطوات التي قاموا بها وأيضا هنا نتحدث عن دعم للشرعية على المستوى الدولي وحتى نعم يعني كيف يمكن يعني السؤال كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم مشروع اليمن الاتحادي لمواجهة ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من عبث لتدعيم اليمن استقرار وإذا استقر يعني لا نتحدث فقط الاستقرار الداخلي بل حتى على المستوى الإقليمي وكذلك الدولي بدعم الشرعية بينما هي كما تحدثت يعني حكومة لا حكومة حكومة في الهواء كيف تأتي هذه الخطوة؟ شوف هذا ما أشار إليه فخامة الأخ الرئيس في كلمته اليوم عندما أو ثمن مساعدات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ويعني مساعدتها لإحلال السلام في اليمن وحدد إنه السلام الدائم هو عبر المرجعيات المتفق عليها. شوف يا أخي الكريم هنا أنا أريد حول هذا الأمر شوف قرارات الأمم المتحدة واضحة في هذه المسألة أولا في تأييد شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي وحددت خارطة الحل السلمي لأنه شوف في قرار أممي صدر دعما للمبادرة الخليجية التي أرادت أن تحل الإشكالية في اليمن وتجنب اليمن هذا الصراع وتحمل اليمنيون أن أعطوا للرئيس السابق الحصانة و50% من السلطة في مقابل أن لا نصل إلى هذا اللي وصلنا له عندك الحوار الوطني أيدته الشرعية الدولية بقرار أممي عندك بعدين صدرت 4 قرارات في هذه الأزمة وأدانت الإنقلابيين وحددتهم بالاسم وحددت أنهم تهديد للأمن والسلم الدوليين مش إلا الأمن والسلم الإقليمي واليمني فبالتالي هنا شوف الخارطة الذي أشار لها القرار 2140 تحت الفصل السابع اللي صدر في 26 فبراير 2014. هنا تنفيذ عملية الانتقال السياسي حدد البنود يعني بنودها بالبند رقم 2 في هذا القرار قال يرحب بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال وذلك تمشيا مع آلية التنفيذ للمبادرة الخليجية بما في ذلك ما يلي ألف صياغة دستور جديد في اليمن ب تنفيذ الإصلاح الانتخابي بما يشمل صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد ج وإجراء استفتاء على مشروع الدستور بما في ذلك التعريف به بالشكل المناسب د وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية ها وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هذه الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد هذه الخطوات كلها هنا في القرار 2216 تحت الفصل السابع في الفقرة الرابعة الصفحة الثانية وإذ يعيد تأكيده تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن عبد رب منصور هادي وإذ يكرر دعوته شوف كل الأطراف والدول والأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية والمس بشرعية الرئيس هادي كلام واضح هذه قرارات أممية صادرة ومحددة مسار السلام وهذا وهذا ما يراد له الإنقلابيون هم ضد هذا الكلام ولا يريدوا هذا الأمر ولا يريدوا يعني مخرجات الحوار ولا يريدوا الدولة الاتحادية ولا يريدوا مسودة الدستور إذن هم يقفوا أمام متطلبات بناء دولة الشعب اليمني كاملة هل بيحاربوا 30 مليون؟ مستحيل هي مسألة وقت مهما حشدوا من يعني تأييد من أجندات خارجية لتنفيذ هذا أعتقد بإذن الله لن يتم هذا المشروع هنا أريد أيضا أن أشرك معنا في نقاش الحلقة المحلل السياسي عبد الله إسماعيل معنا عبر الهاتف من القاهرة مرحبا بك السيد عبد الله أهلا أخي مرحبا بك أهلا ومرحبا بك نحن نتحدث اليوم عن عودة الحكومة والتحركات التي تقوم بها لاستعادة بناء الدولة بوجهة نظرك أنت كيف تقرأ عودة الحكومة وما أهمية هذه الخطوة
يعني بالتأكيد مسألة عودة الحكومة هي مطلب شعبي وضرورة وطنية بكل ما تعني الكلمة من معنى. من المهم أن ليس هنالك مراهنات كثيرة على مواقف دولية على ما يقوم به الانقلابيون من عمليات وحادية الجانب ولا من تصعيد ينسف بعملية السلام. الجهد المنتظر ووجود الأفعال المنتظرة هي من الحكومة أن تنتقل من اللافاعلية إلى الفاعلية على الأرض. ليس فقط في ملفات العسكرية، يعني بالتأكيد الملف العسكري هو مهم وهي فرصة سانحة لأن تحدث تغييرا على الأرض، لكن هنالك ملفات أخرى من المهم أن تكون فيها الحكومة فاعلة. أولا عليها أن تستقر داخل الأرض، لابد أن تقدم نموذجا محترما في المناطق المحررة، يجب أن تهتم بالملفات الأمنية وأن تهتم بالملفات الاقتصادية وأن تستفيد من الالتفاف الإقليمي والدولي مع الشرعية في ظرف مهم يعني هي تحتاجه بالتأكيد. وبالتالي عودة الحكومة كما يعني أقول دائما هي ضرورة ومطلب شعبي وضرورة وطنية، وهي وليست يعني شيئا يعني عبثيا، يعني هذا أمر أصبح ضرورة. نعم. يجب أن تعود الحكومة بكاملها، يجب أن تكون فاعلة بشكل أوسع وأكبر، يجب أن تنتقل من مرحلة التصريحات والشعارات إلى مرحلة التنفيذ والفعالية على الأرض. نعم، بالنسبة لمرحلة التنفيذ والفعالية على الأرض كما تحدث سيد عبد الله، يعني بوجهة نظرك بالنسبة للدعم العسكري واللقاءات التي تحصل بين نائب رئيس الجمهورية وأيضا فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، هل لها يمكن أن تغير من الموازين وتضغط على القرارات الدولية أو ما يمارسه المجتمع الدولي من ضغوطات سياسية، فبمثل هذه التحركات هل له أن يغير من الموازين السياسية؟ يعني بالتأكيد نحن نأمل ونتفائل أن يكون هنالك بالفعل أن تكون هذه اللقاءات وهذه التصريحات وهذه التحركات حقيقية وأن تسفر عن تحرك حقيقي على الأرض يباشر سريعا وفورا في تحرير على الأقل استكمار تحرير عدن، تأمين مناطق الجنوب والمناطق الأخرى التي ما زالت مهددة من قبل الحوثي وصالح. بالتأكيد هذه الفرصة. الآن الحوثيون بهذا التصعيد هم يضعون المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وهم أيضا يعطون مبررا كبيرا للحكومة الشرعية لتقول للعالم هؤلاء غير معنيين بالسلام، هؤلاء معنيين بإطالة الحرب، ويجب أن يكون هنالك بدلا من أن تتوجه الضغوط إلى الحكومة الشرعية وإلى التحالف يجب أن تتوجه إلى الانقلابيين، يجب أن تتحلل الحكومة الشرعية وأن تتخفف من الضغوط الدولية لتنطلق إلى ممارسات حقيقية على الأرض. الأمور أخي أنا في تصوري أن الحكومة الشرعية قادرة على إحداث تغييرات عسكرية على الأرض وفي وقت قياسي. أنا أقرأ هكذا، أقرأ الأمور. إذا كانت الحكومة لديها قول آخر فلتصارحنا به، لكن أنا أعلم أنه في حال أرادت الحكومة الشرعية أن تحدث تغييرات على الأرض وأن تدعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني لإحداث انتصارات، هذا أمر متاح وقد حصل في أكثر من مرة. نحن الآن معنيين بإحداث نقلة نوعية على الأرض تضغط على المجتمع الدولي وتضعه أمام خيارات واضحة ومحددة، إما إدانة الانقلابيين والضغط عليهم أو التخفيف من الضغط على الحكومة الشرعية لاستكمال التحرير واستكمال كسر الانقلاب وتنفيذ القرار الأممي 22/16 الذي هو في صالح اليمنيين جميعا وليس في صالح فئة من الفئات دونه. نعم، أشكرك. بالتالي أعتقد أن هنالك يعني عمل كبير للحكومة الشرعية. أنا أتمنى، المؤشرات تقول أن هنالك بالفعل توجهات حقيقية، نتمنى أن نراها إن شاء الله في خلال الأيام القادمة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ عبد الله إسماعيل، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وإليك دكتور عبدو تعليقا ما تحدث به بالنسبة لي يعني التحركات التي تقوم بها الحكومة الشرعية للضغط سواء كانت لإدانة الانقلابيين أيضا ولتطبيق القرارات الدولية. هل يأتي الحديث أو طلب رئيس الجمهورية لقاء المبعوث الأممي تأتي في تحت هذا السياق وأيضا يمكن أن يحدث تغييرات على الأرض بوجوده في المناطق المحررة؟ شوف أخي الكريم، أولا سأبتدي من الآخر، عندما حكاية المبعوث الأممي دائما
منظمات الأمم المتحدة تحديدا ليست جمعية خيرية، هي أنشئت في بعد الحرب العالمية الثانية لتمثل قوة مهيمنة ومسيطرة، ولا نستطيع أن نفصل هذا الأمر. نعم. نحن إرادتنا هي التي ستفصل الأمر. أولا يعني هذا من جانب، وأن لو كانت الشرعية والتحالف رضخوا للضغوطات ما كان حصل اللي حصل. الجانب الآخر إنه الشرعية والحكومة والتحالف لم يقصروا في هذا الجانب. إن تعليقا على كلام الأخ عبد الله، إنه الآن تحرير 80% من الأرض التي كان مستولي عليها الإنقلابيون إنجاز هائل، والإنجاز هذا تم أنت عارف في ثقافة الآبائية في المصطلح القرآني. الرسول عليه الصلاة والسلام مدعو من الله، ظل 13 عاما يغير عقلية الناس ليتقبلوا الميلاد الجديد الذي أتى ليحرر الإنسان من عبودية الإنسان إلى عبودية رب الإنسان. فبالتالي الشرعية بهذا المشروع وبهذا التوجه الجديد، يعني ثقافة الناس لم تستوعب المشروع، ولهذا قل أنت لو عملت يعني كم الذين تحدثوا عن المشروع، كم الذين قدموا، كم قل نادرة جدا أمام الزخم الإعلاميين والمثقفين والأشياء دي. فلذلك هذا المشروع والشرعية والحكومة كانت تواجه هذا الأمر وتسير في أمام أغلال قوية جدا وشديدة جدا. الأولى ثقافة الفيد والإخضاع والهيمنة التي ترفض يعني هذا الانتقال الجديد وهذا الوليد الجديد، لأنه فيها نوعين. النوع الأول الذي لا يريد أن يفقد الهيمنة، يعني ثقافة الإمامة المغلوطة، والنوع الثاني الجاهل بحقيقة الأمر. أنت عارف في 48 لما تحدثوا عن الدستور كانوا يعتبرونه إنسان يشتوا يقتلوا، وين هذا الدستور جاء؟ فهذه الآبائية. الثقافة الأخرى التي هيمنت ثقافة الانتهازية والفساد. نعم. عند قطاع كثير من السياسيين، من المثقفين، من التجار، من كل الناس، ولهذا نشأت تجارة الحرب، نشأت استغلال هذه كلها والاستغلال يعني للصراع هذا واللي يكسب من وراء، هذه كلها قيود هائلة. طيب. الجانب الثالث، لا هذه نقطة مهمة جدا للتوضيح يا أخي الكريم. الجانب الثالث المشاريع الخاصة التي ذكرتها، بدءا من مشاريع الانقلاب إلى مشاريع الإرهاب إلى مشاريع الانفصال إلى مشاريع تجارة الحرب إلى المشاريع الخاصة بالمكونات السياسية وبالأحزاب بالأشياء دي كلها، يعني فهذه كلها قيود كانت معيقة للحسم السريع. حتى نكون منصفين، يعني هذه الأشياء يجب أن تطرح. إلى جانب أضيف أنه لم تكن تمتلك جيش، كان نعم. كله جيش قبيلة، جيش أسرة، جيش متنفذين، محسوب ما على محسوب على جهة معينة، ولهذا بانت الأمور كلهم انضموا لا فيد، كل واحد يعني شفت مجتمع القرود من شهاق بين إخوانه. هذه ثقافة، هذه نعم. إشكالية. إذا لكن اليوم وأنا أؤكد أنه بعد كلمة الأخ الرئيس حددت أنه الانتصار قادم والمشروع مهزوم. نعم، وهو هذا ما أريد أتحدث عنه، كيف يمكن للحكومة أن تطبق هذا مواجهة هذا المشروع في ظل عودته، وهذا ما أختم به حلقة اليوم. بوجهة نظرك ما المطلوب من الحكومة الشرعية في ظل عودتها إلى الأرض وإلى المناطق المحررة لمواجهة كل المشاريع التي تحدثت عنها؟ يا أخي الكريم، هنا الأمر أنا بعكس المسألة، ما المطلوب مننا كمجتمع كنخب كأحزاب كمكونات كلها تعول على الحكومة الشرعية؟ ما هي هذه ثقافة؟ قلت لك نحن نتحدث عن الحقوق ولا نتحدث عن الواجب. نعم. احنا نوزن، نمسك الميزان، وهذا هو القسط الذي ذكره الله في القرآن. احنا ما هي مطلوب من الحكومة، ما هو المطلوب مننا؟ شوف، احنا اليوم المطلوب من كل المكونات السياسية، لأننا لا تمتلك مشروع سياسي، أن تتبنى مشروع الدولة الاتحادية بأقاليمات ستة. ندمجها بسؤال واحد ونختصر بدقيقة واحدة، ما المطلوب سواء كان من المنظمات والمؤسسات وحتى المدنيين وأيضا من الحكومة الشرعية، لأن العملية متكاملة؟ نعم، مكملين بعض. نعم، مكملين بعض. ما المطلوب منهم لمواجهة هذا المشروع وفي ظل العبث السياسي الحاصل من قبل الميليشيات الانقلابية والغطاء التي تعمل تحته؟ باختصار إذا سمحت لي. المطلوب من الدولة، وهي الآن بدأت يعني أن تجمع كل مدخرات الاقتصاد اليمني ويصب في الاتجاه الصحيح، هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، تؤدي الخدمات ومن عينته الدولة، إما أن يمارس وظيفته باحترام وشرف وإلا يمشي له ويروح له.
هذا ما هو مطلوب من الدولة. مطلوب من المجتمع الآن نحو استكمال النصر أن يتكاتف مع الدولة، منظمات المجتمع المدني أن تقوم بدورها الصحيح. الآن ليش ما يرصدوش كل جرائم الانقلابيين؟ كل محافظة ترصد البيوت التي نسفت، المختطفين، الشهداء، الجرحى. إيش وظيفة المنظمات هذه؟ في تعز على سبيل المثال 4000 منظمة، إيش دورهم؟ مش كل الحكومة، إيش دورنا إحنا أيضا؟ ولهذا كل يمارس دوره. وثقوا كل هذه الجرائم اللي ارتكبها العوثيون، الفساد، النهب، هذا يوثق ويقدم، سيأتي يوم حساب. نعم، انتهى وقت الحلقة. في ختام هذا الحلقة لا يسعنا أن نقدم لك الشكر الجزيل الدكتور عبدو مغلس، الكاتب والباحث السياسي، شكرا لحضورك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا، وأهلا وسهلا. وأيضا مشاهدينا الكرام، نشكر ضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، وزير السياحة الدكتور محمد عبد المجيد قباطي حدثنا عبر الهاتف من عدن، وكذلك المحلل السياسي عبد الله إسماعيل حدثنا عبر الهاتف من القاهرة. والشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات محدثكم أحمد الفرحان، كما أقول لكم تحيات طاقم البرنامج. دمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.